خبرنا يوسف عن البداية. بدك خد راحتك سألنا عن القصة. قصة حب عظيمة أخذت كتير سكسي بالعند الناس ودائما بنسأل عنها الحقيقة، وهي رح تكون مثل هيك إذا بدك درس نقدر نحن نعطيه للناس اللي بحبوا بعض ومنين. كيف بدأت طيب؟ خبرتها هيك البسيطة. كيف بدأت؟ إيه. دغري بأول ما شفتك كنا عم نفتش على بعض. كنا عم نفتش صدقني مثل قصص الروايات. كانت فترة أنا عم بظهر على الشاشة وهو عم بيظهر كمان. أكيد ما كنا بعد هالقد فنانين مثل اليوم. مع صديقه مع صديقتي فلان لا فلانة كيف وكيف طيف عم بيحوم. إنه في كان في هيك طيف. إلا أنه التقينا بمناسبة. وفعلا هيك عم نبش عليها. يعني كنا ده نفس المجال بس ببدايتنا. كنت شوفها هيك يوم على التلفزيون قل له لشاب صديق قل له كيف بدي التقي فيها؟ كيف؟ بقول لي موجودة بس إنه بدك اللحظة تزبط. إلا أن زبطت اللحظة وعن جد من أول لحظة دغري فكرت إنه نحن واصلين لهون. هذا أنا شخصيا. يعني من النظرة الأولى عرفت إن هذه هي الشركة. إيه ما كان إنه حد بس مجرد تعرف عليها إنه هيك معرفة. لا دغري قلت هذا الشخص بتخيل اللي رح يكون الأخير. الله. وهيك صار. الله جميل. والله كتب لنا هالمشوار مع بعض وحلو حلو. يعني هيدا بتش بحس مرة بالحياة عن جد بتلاقي الشخص حب حياتك والشخص المناسب. هي بتبقى وانس. احنا عم نحكي صرنا متجوزين 10 سنين احتفلنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يا رب ما شاء الله. يا رب هالايام وبهالظروف صار رقم صعب انه اليوم واحد يكمل. هيدي الخبريه هي قبل هالعشر سنين. يعني بدك تقول 20 سنه ما شاء الله. والانفصال اللي حكيت عنه اللي حكيتوا عنه حضرتكم قبل شوي هو تم ببدايه اول العشر سنين طبعا اكيد. وبعدين قطع 7-8 سنين نحن بعض عن بعض بس كمان عم ننبش على بعض كل الوقت. فدايما طايفه كان بخيالي وكان كنت دايما تابع اخبارها عن بعيد بلا ما بدي حسسها انه انا لا انه انا ما بدي اتقل 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 طبعا اتقل صنع اتقل صنع الى ان الحمد لله الى ان كنا انضج وكنا صرنا بنفهم اكثر بالحياه كل واحد حقق حاله كل واحد صار عارف شو بده الله وزبطت ما شاء الله الله لا يغير عليكم طبعا انا اسمحوا لي انا شوي متحيزه للنساء اكثر معليش طبعا أهلاً. طبعا انا متحيز انا كمان انا بعد كمان انا معاكم يلا معاكم بالهوا سوا. انا بس حابه اعرف ايش سر خلطه النجاح في هذه العلاقه. هل مثلا هذا الحب علشان يستمر لازم في سقي الماء له مثلا في شيء معين تمارسه؟ لك في فنانين اذا بيتزوجوا او بيجتمعوا بيضرهم هذا الشيء الان كومن المشترك ما بينهم بيضرهم. ليه؟ لا ممكن يقلب العكس يقلب غيرة ما يقلب. نحن منغار على بعض مش من بعض. نحن منستغل انه كوننا بالفن تنتشاور مع بعض لنغذي بعض اكثر تصير علاقة صحية. فهون يمكن هيدا السر لانه نحن تعرفنا على بعض ما كنا فنانين ما كان في ايجو فكنا بسيطين عاديين علينا مع بعض يلا. فهيدا هون هيدا عامل مهم. مش فتنا على بعض نحن فنانين فعندك لا انا لا هو فهيدا يمكن شيء كثير مهم. نحن بلشنا ما كنا في حدا من الصحفيين كتب غلاف كنا على غلاف مجله معينه كتب شو الثنائي المعادله الصعبه. صحيح. هي فعلا كل اثنين بيشتغلوا بنفس المجال بتفكرها انه اهين انه بيفهموا على بعض وبيفهموا حياه بعض والطقوس والتوقيت والى اخره. بس هي فعلا معادله صعبه. بده واحد يكون كثير ذكي يكون عارف يكون في عنده نضج معين بيعرف المهنه عن جد كواليسها كيف راكبه حتى يقدر يتقبل كواليس الاخر. صح. ونحن ركبت لانه نحن بلشنا انا وياها ما كنا مشهورين. يعني بعدين صرنا تباعا نفوت على المجال ونعرف نعرف اكثر فيه. فربينا بانه بنعرف كل شيء عنه مش جينا فجاه هيك كل واحد ما بيعرف تاني شو عاداته بهذا الموضوع. ف ركبت منها تكوني انوعة كمان بمعنى انه اليوم بدك تعرفي انه الفن والزواج كمان كومبينيشن مش سهله. فبدك تقولي انه يمكن ما تاخذي كل شيء بالحياه اذا انت فايته عم تتزوجي كمان فنان ونجم. فبدك تقولي ممكن يعلى يعني بمحل تخسري اذا بتفوتي بهذا التفكير بتريحي راسك. صح. يعني هذا شوي كمان ساعدنا.